باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، والمقصود بإرادتها تعلق القلب بها، وانجذاب الروح إليها، حتى يكون قصد العبد من عمله الدين إصابة الدنيا، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، وهو متعلق بأصل الإيمان، ويحكم بكونه شركا أكبر، والآخر أن يريد العبد ذلك في بعض عمله، وهذا شرك أصغر، لتعلقه بكمال الإيمان لا أصله، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلان، فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخسون، أي لا يظلمون بإنقاص حقهم، فجزاؤهم توفير ثواب أعمالهم في الدنيا، ثم توعدهم الله عز وجل بجزاء الآخرة، فقال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا في حق أهل النفاق الذين يريدون الدنيا في أعمالهم كلها، فالآية تتعلق بالنوع الأول من نوعي إرادة العبد بعمله الدنيا، والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. الحديث رواه البخاري بنحوه قريبا من هذا اللفظ، رواه البخاري بنحوه قريبا من هذا اللفظ
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعس عبد الدينار، في قوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إلى قوله وإذا شيك فلانتقش، وإذا شيك فلانتقش. وذلك من وجهين، وذلك من وجهين: أحدهما في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لها، في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لها، فهو عبد لأعراضها كالدينار والدرهم، فهو عبد لأعراضها كالدينار والدرهم. وتعبيده لها إشارة لما وقع فيه من الشرك، وتعبيده لها إشارة لما وقع فيه من الشرك، فإن العبودية لله توحيد، والعبودية لغيره شرك وتنديد، فإن العبودية لله توحيد، والعبودية لغيره شرك وتنديد. والآخر في الدعاء عليه بالتعس والانتكاس، في الدعاء عليه بالتعس والانتكاس، وأن إذا شاكته شوكة لم يقدر على إخراجها بالمنقاش، وأن إذا أصابته شوكة لم يقدر على إخراجها بالمنقاش. والتعس هو الهلاك، والتعس هو الهلاك، والانتكاس هو الخيبة، والانتكاس هو الخيبة. والدعاء عليه بذلك ذم له في فعله، والدعاء عليه بذلك ذم له في فعله، وبرهان جلي على حرمته، وبرهان جلي على حرمته. والحديث المذكور يتعلق بعمل خاص، والحديث المذكور يتعلق بعمل خاص، فهو يرجع إلى النوع الثاني من نوعي إرادة العبد بعمله الدنيا، فهو يرجع إلى النوع الثاني من نوعي إرادة العبد بعمله الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.